قرود ونسانيس تهاجم حدائق الأهرام، عنوان تصدر السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية بعد ظهور فصيلة من القرود تتجول في الشوارع وتتسلق الأشجار وشرفات المنازل، الأمر اللي أصاب سكان مدينة حدائق الأهرام بالفزع، خاصة أن الحيوانات دي بتحمل في الغالب أمراض وفيروسات ممكن تصيب الإنسان. الموضوع بدأ بفيديوهات وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها القرود وهي فوق الأشجار أمام المنازل، وقدم مواطنين بلاغات للسيطرة على القرود ومعرفة سبب انتشارها. المسؤولين بالمدينة أخطروا مديرية الطب البيطري عشان تسيطر على الوضع وتتعامل مع النسانيس دي في أسرع وقت لحماية المواطنين، وبدأت فعلا مديرية الطب البيطري بتجهيز خطة لاستدراج النسانيس وضبطها، وبالفعل الخطة كانت بوضع الموز في أماكن تواجد القرود ووضع مخدر جواها عشان تتخدر القرود وتكون عملية جمعها سلسلة من غير ما حد يتعرض لأي ضرر. من جهة تانية باشرت جهات التحقيق عملها عشان تعرف مصدر القرود دي منين وتتخذ الإجراءات المناسبة ضد مالكها، سواء كان شخص مربيها في بيته أو تبع أحد محال بيع الحيوانات الأليفة في المنطقة. وبالفعل كشفت التحريات عن أن في شخص صاحب محل حيوانات وهو صاحب الاتنين نسانيس دول، وكان مربيهم في بيته لكنه هربوا من البيت بعد ما خرجوا من شباك شقته. وبعد ضبط صاحب النسانيس قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الشاب مالك النسانيس بكفالة 3000 جنيه. كمان من المتوقع أنه فور ضبط النسانيس دي هيتم إيداعها في حديقة الحيوان عشان تتولى رعايتها بوضعها في المكان البيئي المناسب لها. وبكده نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.